بيقول لك احمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر ومنتخب مصر قلبه وقف ساعه كامله بسبب القهوه. هي القهوه ممكن تسبب سكته قلبيه؟ ده دكاتره التغذيه بيقولوا لنا وانت رايح الجيم خد كوبايه قهوه علشان يبقى عندك باور ونشاط. امال ايه اللي دخل القهوه؟ اللي دخل القهوه يا سيدي الدكتور عمرو عثمان استشاري القلب والمشرف على حاله احمد رفعت، واللي قال ان اللاعب شرب كميه كبيره من القهوه قبل ماتش الاتحاد اللي وقع خلاله، وده سبب له زياده في ضربات القلب. طب هل في دراسات علميه اتكلمت في الموضوع ده؟ في مجله اوبن هارت البريطانيه الصحيه قالت ان الافراط في شرب القهوه بيسبب ارتفاع في الكوليسترول اللي بيأثر بشكل مباشر على صحه القلب. لكن الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب في مصر قال ان القهوه بريئه من ازمه احمد رفعت الصحيه، وقال في تصريحات صحفيه ان سبب ازمه اللاعب بيرجع لخلل وراثي، وان هو اتعرض قبل كده لازمه صحيه مشابهه وعانى من حاجه اسمها متلازمه كهرباء القلب. الدكتور كمل وقال يا جماعه الخير الافراط في مشروبات الطاقه وشرب القهوه بيسببوا مشاكل للصغار تحت سن البلوغ، لكن لاعب عنده 30 سنة ومتعود على الرياضة والجهد العالي صعب ان القهوة تسبب له مشكلة زي دي. المفاجأة الكبيرة اللي قالها دكتور جمال شعبان ان والد احمد رفعت اتوفى بنفس الاعراض والمرض اللي بيعاني منها احمد دلوقتي، وده بيأكد ان الموضوع بيرجع لخلل وراثي وملوش علاقة بالقهوة. وفي جميع الأحوال سواء الموضوع له علاقة بالقهوة أو ملوش علاقة بالقهوة بنتمنى الشفاء العاجل لأحمد رفعت. لكن السؤال دلوقتي، هل أنت شايف أن ممكن يكون اللي حصل لأحمد رفعت ده سببه فعلا القهوة؟ اكتبوا لنا في التعليقات.